بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا متواصلين في هذه الجلسات العلمية، وما زلنا نوجه الحديث نحو المعلم، والحديث في تطوير هذا المعلم وإعداده قبل ذلك. نشرف في هذه الجلسة بأن يكون ضيف الجلسة سعادة الأستاذ الدكتور عامر بن عبد الله بن سعيد الشهراني، المتحدث في هذه الجلسة هو وكيل جامعة الملك خالد للتطوير والجودة، وأستاذ المناهج والتربية العملية بالجامعة، عمل في عدة أعمال ومناصب إدارية، فهو الآن يشغل منصب وكيل جامعة الملك خالد للتطوير والجودة. عمل سابقاً وكيلاً للجامعة لكليات البنات، وعمل عميداً للدراسات العليا، ومشرفاً عاماً على كليات البنات، وهو مدير إدارة الإشراف الدراسي بالملحقية الثقافية بأمريكا، حاصل على البكالوريوس في تخصص الأحياء والتربية بأبها، وعمل معيداً بقسم المناهج وطرق التدريس، ثم حصل على الماجستير من جامعة ولاية أوهايو في أمريكا عام 1405، وحصل على الدكتوراه في المناهج وطرق التدريس عام 1409 من جامعة ولاية أوهايو بأمريكا. لديه الكثير من المشاركات والأعمال والبرامج والدراسات والأبحاث المنشورة. يتحفنا المتحدث بحديث حول واقع برامج إعداد المعلم في المملكة العربية السعودية ومقومات نجاح تلك البرامج. تفضل يا دكتور. أي تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بادئ ذي بدء أتقدم بالشكر والتقدير على الصوت لو تكرمت دكتور. أي فضلا. أتقدم بالشكر والتقدير لمقام وزارة التربية والتعليم على حسن التخطيط والتنفيذ لهذا المنتدى العالمي الذي خصص في هذا العام لعنصر أو مكون أساسي من مكونات التربية، ألا وهو المعلم. في الواقع المعلم هو المنفذ الحقيقي للخطط التربوية بمفهومها الشامل. اليوم سأتقدم لكم بعرض موجز عن واقع برامج إعداد المعلم في المملكة العربية السعودية ومقومات نجاح هذه البرامج، وسيكون حديثي عن هذه البرامج بعدما ألحقت كليات المعلمين وكليات البنات بالجامعات السعودية. مقدمة لا بد منها، فرضت التطورات التقنية والانفجار المعرفي وتنامي المعلومات وثورة الاتصالات والتقدم المضطرد السريع في وسائل التعلم والتعليم تحدياً كبيراً لبرامج إعداد المعلم، كما أن ظهور العديد من المفاهيم التربوية الحديثة في مجال إعداد المعلم والتوسع في مفهوم الاقتصاد المعرفي ومجتمع المعرفة الذي نحن بصدد مناقشته في اليوم وغدا وبعد غد، والتنوع الكمي والكيفي في احتياجات سوق العمل الأدى إلى الحاجة إلى إعادة النظر في هذه البرامج. كل هذه العوامل سواء بشكل منفرد أو مجتمعة أو بصفة تكاملية أدت إلى ارتفاع الأصوات التي تنادي بضرورة تطوير برامج إعداد المعلم،
لتركز على الجوانب النظرية والتطبيقية والتقنية والعلمية بدلاً من التركيز على الجانب النظري الذي تعاني منه برامجنا في وقتنا الحاضر. المتتبع لحركة تطوير برامج إعداد المعلم يجد أنها مرت بسلسلة من المراحل التطويرية في فترات زمنية مختلفة في معظم بلدان العالم، بناء على النظريات والإمكانات والاحتياجات والنماذج التربوية السائدة في ذلك الوقت. ففي القرن الماضي، نتكلم عن القرن الماضي، طورت هذه البرامج من خلال تقديم النموذج القائم على الكفايات، وأي واحد من الأخوان المتخصص في المجال التربوي يدرك أنه هذا النموذج لم يعد من النماذج التي توظف بشكل كبير في وقت حاضر. تم توظيفه لفترة تجريبة لفترة من الزمن لم يثبت جدواه، فتم الانتقال إلى نموذج آخر، وهذا النموذج هو نموذج القائم على معايير الأداء أو الإنجاز، اللي هو Performance Based Teacher Education. وهذا النموذج معتمد لدى الكثير من المراكز والمنظمات الدولية والأمريكية خاصة في التي تعتمد أو تركز أو تقدم مجالات الاعتماد. عند الحديث عن واقع برامج إعداد المعلم في المملكة، أنا حاولت أني أحطها تحت محاور على عجل، وهناك كثير منها تم تغطيتها بشكل أو بآخر في من المتحدثين الذين سبقوني، ولكن لا بد من توضيح بعض النقاط. أولاً، في مجال التخطيط لبرامج إعداد المعلم، الواقع يقول أن هناك غياب للخطط الاستراتيجية لكليات التربية وأقسامها وبرامجها. وإن كانت موجودة، قد يقول البعض يكون هناك خطط استراتيجية، فهي شكلية أو خططاً على ورق. الجانب الثاني، لم يتم تحديث أهداف برامج إعداد المعلم في ضوء المتغيرات المختلفة. نعيش يا أخوان في أوقات، في وقت مختلف، هناك متغيرات تقنية، متغيرات اجتماعية، متغيرات اقتصادية معرفية، وهكذا. هناك العديد من التغيرات التي يجب أن ننظر لها ونعيد حساباتنا في كتابة أهداف البرامج التربوية. لم تركز كليات التربية على تطوير رؤية ورسالة وأهداف وقيم لبرامجها بشكل واضح ومحدد ومبني على أسس علمية. التعليم التقليدي هو السائد، والتعليم الإلكتروني هو الغائب في برامج إعداد المعلم. وأنتم قد سمعتم الكثير فيما يخص التقنية ودورها في وقتنا الحاضر. لا توجد خطط استراتيجية لاستقطاب أعضاء التدريس المتميزين للعمل في برامج إعداد المعلم. هذا فيما يخص التخطيط. عندما نتحدث وننتقل إلى محور آخر، وهو الخطط الدراسية التي تنفذ في برامج إعداد المعلم، نجد أن الخطط الدراسية تقليدية، سواء الجانب التخصصي أو الثقافي أو المهني، وليس لها جوانب تطبيقية كما نحن نسعى إليها. الخطط الدراسية لم تركز على المستجدات في مجال التقنيات التعليم، وهذا هو يبدو لي عنصر أساسي من عناصر ومحاور هذا المؤتمر. عدم تضمين معايير تقنيات التعليم في برامج إعداد المعلم ككفايات، كحد أدنى من الكفايات التي يجب أن يمتلكها معلم المستقبل. لم تركز الخطط الدراسية الحالية على مقررات استراتيجيات التدريس الحديثة والمهارات الأخرى، مهارات التعلم الذاتي كما سمعنا قبل قليل من زميلنا الأستاذ الدكتور خليل، ومهارات التفكير الناقد، مهارات التواصل، مهارات التحاور، كثير من المهارات نفتقر إليها في برامجنا التي تقدم لمعلمي المستقبل. محتوى المقررات التخصصية حدث ولا حرج، قديمة جدا، لا يحتاجها المعلم ولا المتعلم سواء في الحاضر أو في المستقبل. أما واقع القبول، فالقبول في برامج إعداد المعلم مفتوح
ولا يوجد نظام محدد للقبول، بل يقبل في برامج إعداد المعلم من لم يجد فرصة في برامج أخرى، فليست الخيار الأول ولا الثاني ولا الثالث، بل هي الأخير. ولذلك نجد عينة من المعلمين غير منتمين لمهنة التدريس في واقعنا الفعلي. ليس هناك متطلبات فيما يخص النسب العالية من درجات الثانوية أو القدرات أو الاختبارات الأخرى، بل القبول مفتوح. لا يوجد اختبارات للقبول كشرط من شروط القبول، هناك اختبارات في الاتجاهات نحو مهنة التدريس، اختبارات ميول وغيرها، وهذه هي غائبة عن برامجنا. عدم ربط القبول في هذه البرامج بالاحتياج الفعلي لسوق العمل، وهذا عامل أساسي. نقبل أعداد كبيرة ويتخرجون وفي النهاية لا يوجد لهم مجال للعمل، وكأننا في مؤسسات إعداد المعلم نزيد من نسبة البطالة لهذه الفئة. غياب التنسيق فيما يخص القبول بين مؤسسات إعداد المعلم والجهات المستفيدة، ليس هناك تنسيق قوي كما يراد له في هذا المجال. البحث العلمي وبرامج إعداد المعلم، هناك شبه غياب للمشروعات البحثية الوطنية التي تكون على مستوى الوطن وتدرس برامج إعداد المعلم بشكل كلي. لا يوجد هناك دراسات تتبعية مستمرة لخريجي برامج إعداد المعلم، آخر عهدنا بها عندما يتخرج، وبعد ذلك لا نتابعه ولا نحاول أن نعرف وين وصل وماذا هو يقدم لأبنائنا الطلاب في المدارس أو بناتنا الطالبات في المدارس. أغلب الأبحاث التي تقدم أو البحوث التي تقدم، وللأسف أقولها وأنا واحد من أعضاء التدريس، في الغالب تكون أبحاث فردية وبهدف واحد، وهو كلكم تعرفونه الترقية. ليس الهدف البحث العلمي للبحث العلمي ولما يترتب عليه من تطور للعملية بشكل كامل. عدم وجود دراسات وأبحاث وطنية، وأقولها مرة أخرى وطنية، لاستشراف المستقبل وتلبي حاجة سوق العمل في ظل المتغيرات المتلاحقة والمتسارعة. لا تركز الدراسات في مجال تدريب المعلم على الاحتياجات التدريبية الحقيقية للمعلم، وهنا أقصد المعلم للمعلم والمعلمة عشان الأخوات لا يأخذوا على خطرهم منا. لا توجه أبحاث طلاب الدراسة العليا سواء في الماجستير أو الدكتوراه بكليات التربية بالوطن العربي بشكل كبير نحو تقصي جوانب إعداد المعلم ونحو تدريبه، مع أن هناك أولويات لدى وزارة التربية والتعليم، لكن مؤسسات إعداد المعلم مقصرة في هذا الجانب. عفوا. واقع تدريب المعلم قبل وأثناء الخدمة، ليس هناك تنسيق قوي بين جهة الإعداد والجهات المستفيدة فيما يتعلق بتدريب المعلم. المؤسسة الكلية تعد، والجهة المستفيدة سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص تستفيد، لكن وليس هناك نوع من التواصل فيما يخص تدريب المعلم وإعادة تطويره وإعادة تأهيله إلى لزم الأمر. هناك غياب لمراكز أو وحدات تدريب في مؤسسات إعداد المعلم، دورها أو وظيفتها التنمية المهنية. يعني أنا في هيكلة كلية التربية لا أرى إلا هناك إعادة هيكلة حديثة، أن هناك وحدات أو مراكز تدريب تعنى بالتنمية المهنية للمعلم الذي هو على رأس العمل. لا يوجد هناك أدلة تدريبية شاملة لأهداف التدريب وأهميته ومبادئه وأسسه وأساليبه ومقوماته ونتائجه، هذه غير موجودة في مؤسسة إعداد المعلم. لا تقوم مؤسسات إعداد المعلم بمتابعة خريجيها بهدف تطوير برامجها وبرامج تدريبها تدريبية لهم،
يعني هي عملية المتابعة تخدم الكلية أو المؤسسة وتخدم المعلم في الميدان. لا ينظر إلى إعداد المعلم على أنه عملية مستمرة تشمل الإعداد قبل وبعد الخدمة، وهذا سمعناها قبل قليل، وكثير من الأخوان اللي علقوا ذكروا أن آخر عهد الكلية أو المؤسسة بالمعلم عندما يتخرج، وهذه مشكلة كبيرة. واقع نظام ومدة الدراسة في برامج إعداد المعلم، النمط السائد للدراسة في أغلب برامج ومؤسسات إعداد المعلم هو النظام التتابعي الذي أقحم في برامجنا منذ ما يزيد عن أو ما يقارب 12 سنة. كان النظام السائد هو النظام التكاملي، ثم أقحم النظام التتابعي، وهناك عليه الكثير من الملحوظات. المعلم المستقبل يأتي بعد درجة البكالوريوس أو قبل يتخرج، ويأخذ سنة أو ما يقارب سنة ونصف في كجرعة واحدة في المجال التربوي، وهي ليست كافية، وهي أيضا المعلم لن يكون منتمي لمهنة التدريس، ولن يكون رغبة هي الأساسية. مدة الدراسة في هذا البرنامج عند المعلم 4 سنوات للنظام التكاملي، وهي مدة غير كافية. هناك من ينادي بأن يكون هناك سنة خامسة في برامج إعداد المعلم، خاصة في بعض دول أمريكا وأوروبا. برنامج الدبلوم لمدة سنة بعد البكالوريوس أصبح الآن برسوم، فتح الباب على مصراعيه للقبول، وعليه ملحوظات كثيرة، منها أن الطالب عندما يتخرج ولم يجد له فرصة عمل في تخصص الأساسي يبدأ يحصل على الدبلوم، وهو ليس ينتمي إلى المجال التربوي والتعليم. الدراسة في أغلب مقررات النظرية كما ذكرت في البداية، وتهمل الجوانب التطبيقية والعملية. أما بالنسبة لي الاعتماد الأكاديمي، وهو الذي سائد في هذه الأيام بين مؤسسات إعداد المعلم وببرامج الأكاديمية الأخرى، بعدما طالبت وزارة التعليم العالي الجامعة السعودية بأنها تحصل على الاعتماد الأكاديمي، تم بناء أو الشروع في بناء خطط استراتيجية لبعض الكليات أو بعض مؤسسات إعداد المعلم، وهي في بدايتها، وأيضا تعاني من بعض الصعوبات ومن بعض العقبات. لم تحصل إلى الآن حسب علمي أي مؤسسة أو أي كلية من كليات مؤسسات إعداد المعلمين أو عفوا التربية على الاعتماد الأكاديمي أو المهني. إذا أردنا أن نكون واقعيين، هو اعتماد مهني بالدرجة الأولى، ومع أن هناك بعض الكليات الآن في طور أنها تحصل على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي. غياب تطبيق عناصر الجودة الشاملة في مكونات برامج إعداد المعلم. حنا نتكلم عن الجودة يا أخوان بشكل كبير جداً، وحنا عندنا جودة، لكني ما أخفيكم، أنا أخاف ولدي توجس كبير أن الجودة هي جودة ورقية، وهذا أتمنى ألا يكون ذلك في برامج إعداد المعلم أو في أي برامج أخرى. التركيز على الكم لا على الكيف، سواء في المدخلات والعمليات والمخرجات، وهذه هي واضحة في برامجنا. انخفاض مستوى عملية التغذية الراجعة نظراً لضعف عملية التقييم المستمر المختلفة، ما عندنا تقييم مستمر بدرجة كبيرة. أما الحديث عن مقومات النجاح، فهناك سؤالا دائما ما يتردد بين المهتمين والمتخصصين في مجال إعداد المعلم، هل دور المعلم في وقتنا الحاضر يقتصر على نقل أو تقديم المعرفة؟ أتوقع الإجابة كلنا بنقول لا، وهذا شيء مطلب، لكن الواقع أن شيء آخر الذي يقوم به المعلم الآن أو المعلمة لا يتعدى الدور التقليدي في نقل المعرفة إلى المتعلم.
دور الحديث أو دوره في ظل التقنية وظل مجتمع المعرفة والاقتصاد المعرفي والمصطلحات الجديدة اللي دخلت علينا، التعليم الإلكتروني، الكتاب الإلكتروني، المنهج الإلكتروني، كثير من المصطلحات لازلنا بعيد عنها وتحتاج إلى جهد ووقت. ما هي مقاومة النجاح؟ عندما نأتي نرجع إلى التخطيط، لابد أن يكون هناك خطة استراتيجية ومبنية على أسس علمية، وهذه الخطة الاستراتيجية لابد أن يتبعها خطة تنفيذية لهذه الخطة الاستراتيجية. لابد أن نعمل على تحقيق رؤية ورسالة وأهداف كل كلية تربوية كما هو مخطط لها وليس على الورق فقط. لابد أن نراجع الخطة الاستراتيجية وعناصرها بعد مرور الزمن المحدد لها. إذا عملنا خطة وتركناها وننفذ على سجيتها، فأتوقع أن يكون هناك صعوبات وتحديات، بل هناك مشكلات ممكن تقابلها وتحد من فعاليتها. لابد من إنشاء وحدة أو مركز لاستقطاب المعيدين والمحاضرين وأعضاء هيئة التدريس المتميزين للعمل بمؤسسات إعداد المعلم. أتوقع أن هذا مطلب ملح وأساسي لكي لا يتسلل إلى برامج إعداد المعلم ممن هم غير مؤهلين للعمل في هذا الجانب. تطوير خطة للانتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم الإلكتروني وفق تدرج زمني مدروس. لا نريد أن نندفع وراء التقنية ونقول خلاص ننتقل إلى التعلم الإلكتروني البحت أو الخالص، لكن لابد أن يكون تدرج مدروس. وثقوا ثقة تامة يا أخوان أن لن يكون هناك استغناء عن المعلم في ضوء التقنية التي نعيشها. التفاعل بين المتلقي وبين المعلم ضروري. الذي نريد أن يكون هناك تقليص للأدوار للمعلم لكي يتفرغ لأشياء أخرى يقدمها لطالبة أو لطالبته. الخطط الدراسية، لابد أن نعمل على خطة لكي نتخلص من هذه الخطط الدراسية التقليدية التي تركز على كم كبير من المعلومات النظرية وتهمل الجوانب التطبيقية التي نحن بحاجة لها. لابد أن نراعي معايير تقنية التعليم في الخطط الدراسية المطورة ودمجها في برامج إعداد المعلم. أقصد هنا أن يكون هناك برامج في ضمن خطط البرامج، أن يكون هناك مقررات تخص التقنية وأيضا مقررات تتضمنها أو التقنية داخلة فيها وفي تنفيذها وفي تقييمها وفي الشروع للنزول إلى الميدان الحقيقي. تضمين موضوعات ومقررات استراتيجية التدريس الحديثة ومهارات التفكير والتعلم ومهارات المهارات المختلفة. هناك العديد من المهارات وهناك العديد من الاستراتيجيات التدريسية المغيبة عن برامج إعداد المعلم ومن ثم عن التعليم العام. الخطط الدراسية في برامج إعداد المعلم يجب أن تكون مرنة وقابلة للتغيير بما يتناسب مع طبيعة التغيير والعصر الذي نعيشه. التركيز على الجوانب التطبيقية في مقررات الخطة الدراسية سواء الجانب التخصصي أو الجانب المهني بدرجة كبيرة. للأسف برامجنا في ضوء النظام التتابعي اللي هو عبارة عن سنة واحدة مضغوط الجانب التدريبي في فصل دراسي، وهناك أيضا مقررات إضافية مع هذا التدريب مما يحد من فعالية التدريب بشكل كبير. التنوع في أساليب التعلم ومراءات المتعلم من حيث قدراته وخبراته وخلفياته. لا نعامل المعلمين معلمي المستقبل كفرد واحد، بل هناك قدرات واحتياجات ومهارات مختلفة. تبني استراتيجيات تدريس تدعم ثقافة التعليم والتعلم القائم على الإتقان تحقيقا للجودة الحقيقية. سياسة دكتور بقيت 10 دقائق. جميل، خلص إن شاء الله في قبلها. سياسة القبول في برامج إعداد المعلم، لابد من وضع سياسة قبول واضحة ومحددة وخطط لإرشاد الطلاب وتوجيههم قبل البدء في البرنامج لكي يكون على بينة بمهنة المستقبل وما هو مقدم إليه. عملية استقطاب معلم المستقبل قبل تخرجهم من المرحلة الثانوية تضمن نوعية جيدة من المعلمين. لماذا لا ننزل للمدارس المرحلة الثانوية سواء للبنين والبنات ونعطي نوع من المحاضرات ونوع من التوعية بأهمية مهنة التدريس ومهنة التعليم بشكل عام؟
رفع الحد الأدنى للقبول ببرامج إعداد المعلم سواء في نسبة المرحلة الثانوية أو درجة القدرات أو أي اختبارات أخرى. يجب أن نركز على الكيف لا على الكم، ولذلك يجب أن يكون هناك أعداد محددة للقبول في برامج إعداد المعلم. لماذا تختلف برامج إعداد المعلم عن كلية الطب؟ لماذا تختلف عن كلية الهندسة؟ لماذا تختلف عن كلية الصيدلة؟ لماذا تختلف عن الحاسب؟ لأننا فتحنا المجال للقبول، ولو رفعنا نسبة القبول لكان هناك إقبالاً على هذه البرامج. التنسيق مع الجهات المستفيدة والموظفة فيما يتعلق بالتخصصات والكفاءات المطلوبة. هناك فجوة، لا بد أن تكون هناك تنسيق قوي بين هذه الجهات المقدمة للخدمة وأيضاً المستفيدة من هذه الخدمة. أنا من ينادي بالعودة إلى النظام التكاملي، ولكن بصيغة وبهيئة جديدة ومدروسة تحقق للمتعلم أو المعلم المستقبل الفرصة أن يكون دوره دور إيجابي في عملية التعلم. البحث العلمي لابد من دعم أبحاث لمؤسسات إعداد المعلم، لمشروعات وطنية لتطوير هذه البرامج. توجيه الدراسات العليا، وهذه بإمكان كلية التربية، كلية التربية عندها الصلاحية أن توجه أبحاثها لتطوير برامجها بشكل كبير جدا. تنفيذ دراسات التتبعية لمتابعة بعض خريجي في الميدان الحقيقي للاستفادة من نتائج هذه الدراسات في تطوير البرامج. دعم البحوث التطبيقية في مؤسسات إعداد المعلم لدراسة أوضاع هذه البرامج. نريد من كليات التربية ومن الجهات الداعمة أن يكون اشتراطها الأساسي أن تكون بحوث تطبيقية لا نظرية. حنا يؤخذ علينا كتربويين أن أبحاثنا نظرية، وإننا نتحدث كثيراً لا نعمل، لا نفعل كثيراً. يجب أن يكون هناك بحوث تطبيقية. العمل على تكوين شراكات بحثية بين مؤسسات إعداد المعلم وسوق العمل والقطاع الخاص. التركيز في البحث العلمي بكلية التربية على التقويم المستمر لتطوير هذه البرامج. دعم أبحاث فريق العمل لتحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين في أثناء الخدمة. التنمية المهنية، التنسيق ضروري لا بد منه بين الجهات المعدة والجهات المستفيدة. تأسيس وحدات ومراكز تعنى بالتدريب والتنمية المهنية في كليات التربية، وتكون ضمن الهيكلة الأساسية لهذه الكليات. تضمين برامج التنمية المهنية آلية التطوير في ضوء المتغيرات المحلية، تكون متطورة وتكون في الجانب المستجد. الاعتماد الأكاديمي أرجو أن لا يكون هدفاً بذاته، بل أن يكون وسيلة لتطوير البرامج إعداد المعلم، ولا ينتهي المطاف. نحن عندما نحصل على الاعتماد نقف، ولا بد أن يكون هناك وقت محدد لعملية الحصول على الاعتماد، لأنه الاعتماد والإجراءات الحقيقية الفعلية تضمن الجودة والتطوير لهذه المؤسسات. أيضاً الاعتماد يطلب أن يكون البنية التحتية جاهزة، وهذه ما كثير من ينادي بها من سواء من الأخوات أو الأخوات في كليات التربية وفي أيضاً المدارس. الحصول على الاعتماد الأكاديمي أو المهني هو بداية التطوير، ولا ينتهي الأمر بتحقيقه. الاعتماد الأكاديمي أو المهني يتطلب نوعية مؤهلة من أعضاء هيئة التدريس، وهذا مهم جداً. في الختام، برامج إعداد المعلم عبارة عن التخطيط لمؤسسة إعداد المعلم والتخطيط الخطط الدراسية لبرامج إعداد المعلم وسياسات القبول في برامج إعداد المعلم والبحث العلمي ومؤسسات إعداد المعلم، التنمية المهنية للمعلم، والاعتماد الأكاديمي لبرامج إعداد المعلم. كل هذه المنظومة وكل ما ترونه أمامكم الآن لا بد من تفعيلها بالشكل الصحيح لكي تنجح برامج إعداد المعلم في تحقيق أهدافها وفي ضوء مجتمع المعرفة. شكراً لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لسعادة الدكتور عامر الشهراني على هذه الجولة العاصفة التي مرت على واقع إعداد المعلم،
ولم يكد يسلم منها أحد، فقد شخصت واقعاً يحتاج إلى تطوير في 6 مقومات لخصها في آخر سلايد عرض. هذه المقومات هي مجالات لتطوير هذه البرامج التأهيلية والإعدادية، وإن كانت هذه الجولة العاصفة قد شملت جهات متعددة وأعمال متنوعة وجاءت في انسجام مع الورقة التي سبقت مع الدكتور أحمد سيد خليل. نفتح المجال للمشاركات في 10 دقائق. طيب تفضل يا أستاذ البروفيسور أحمد سيد خليل. تفضل استريح دكتور. شكرا جزيلا حقيقة لهذه الورقة. حقيقة يمكن أنا عاوز أضيف شيء، لأن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم حقيقة لها جهود واضحة في مجال إعداد المعلم لمجتمع المعرفة، وآخر هذه الجهود هو الإعلان بتاع الدوحة اللي عملناه يوم 19 و20 سبتمبر 2010 بمشاركة البنك الدولي ومؤسسة قطر، قطر فونديشن، وتوصلنا إلى ما يسمى بالبرنامج العربي لجودة التعليم. وهذا البرنامج تمخض منه 5 برامج أساسية، من ضمن هذه البرامج وهو التأهيل العلمي للمعلمين وفق مجتمع المعرفة. شكرا جزيلا، حتى لا أطيل. شكرا. شكرا. نأخذ المداخلات ثم نترك المجال للدكتور للتعليق. تفضل. لا سريح دكتور في الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك. حسين مطيري من إدارة التربية والتعليم بمحافظة المدنة. ما دام ذكرتها أن الدكتور قدم لنا عاصفة، فالأسئلة سوف تكون عاصفة. لا بس. إن شاء الله نتعامل. ونقول يا دكتور، هل نحتاج إلى ربيع عربي تربوي في إعداد المعلم؟ الدكتور من شوي ذكر يفضل تساؤل وليس تساؤل. لدي تساؤل. شكرا. من يقد عفوا دقيقه. طيب دقيقه بس تفضل. المقصود في الورقه اعتقد هو المعلم في التعليم العام. هنا اسال عن الذين يعدون المعلم في كليات التربيه، هل يمتلكون الخبره والالمام بالبرامج حتى يساعدوا في إنتاج مخرجات تعليمية تقدم وتنفع وتفيد الميدان؟ أنا أعتقد يا دكتور فاقد الشيء لا يعطيه وعشنا هذا الدين. آسفين على الإزعاج لو كان السؤال مزعج. شكرا لك، ولو أنك كنت قاسي شوي ولو عصف الأولى شملتهم في طيب مداخلات عفوا عند الأخوات. مداخلتين عند الأخوات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. الصوت لو سمحتي. مديرة ابتدائية في محافظة رجال ألمع. مرحبا. قال الشاعر: قم للمعلم يوفي التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. ومن انطلق الآية الكريمة: إنك لعلى خلق عظيم. فهل ترون معي أنه يجب أن يكون المعلم مزكى أخلاقيا وذو مروءة؟ شكرا يا أستاذة. مداخلة أخرى. ألو. تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مشرفة مقررات محافظة عنيزة. تطرق الدكتور أن من مقومات النجاح رفع نسبة القبول في الكليات العلمية. الصوت عفوا لو سمحتي، ارفع الصوت. تطرق الدكتور أن من مقومات النجاح رفع نسبة القبول في الكليات العلمية. مزبوط. وأعتقد أن النسبة في الوقت الحالي لا تمثل المستوى الحقيقي للطالب، بل الاختبارات التحصيلية واختبارات القدرات قد تعطي مؤشر لمستوى الطالب. صحيح. فليتفق الدكتور معي على هذا الرأي وشكرا. شكرا. طيب نجيب على هذه ثم نعود في جولة أخرى. السلام عليكم. عفوا بس علي. مداخلة بسيطة. طيب اللي هي بالنسبة لي طبعا من تعليم جدة أستاذة نبيلة.
لو سمحت الأستاذ تطرق إلى أحد مقومات البرامج الإعداد وهي التدريب ودمج التقنيات في هذا الشيء. أنا ألاحظ من واقع منتدانا اليوم لقينا شيء غير عادي بصراحة. ليش ما تفعل الوزارة التدريب عن بعد؟ يعني المعلمين في أماكنهم يعني ينشأ مركز خاص للتدريب بحيث إنه المعلم في مكانه يدخل في بيته يجد المادة التدريبية. حتى المنتدى هذا حنا مسجلين من شهر نيجي اليوم لا نلاقي لا أوراق عمل نزل ولا شيء، يعني حتى بطاقة التسجيل أقلها ما أخذناها، ما في تفعيل للتقنية أصلاً في أي مهامات الوزارة. يعني نيجي للمعلم المسكين اللي عنده كاهل ومنهج وكذا، والمدير ما يوافق على خروجه أو يوافق على تفرغه للدورة، ليش ما ينشأ فكرة مركز تدريب عن بعد مفعل بالتقنية الحديثة؟ الفكرة واضحة يا أستاذة، شكراً. وحتى أكون عادل بين المجموعتين نأخذ مداخلة ثالثة. أي تفضل. عفواً الأستاذ رافع يده سابقاً، إن شاء الله يبقى وقت أعود إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. زميلكم أحمد بن عبد اللطيف المقرن من تربية وتعليم الأحساء، مدير مدرسة ثانوية. لعلي أربط بين أطروحة الدكتور أحمد خليل السيد خليل والدكتور عامر. الدكتور قدم لنا أطروحة جميلة جدا في تنمية التعليم في الوطن العربي، ولعل الدكتور عامر ذكر واقع نعيشه الآن في مما يعانيه البعض في تدني مستوى التعليم إنجاز التسمية. ولكن أقول لست مدافعا لوزارة التربية والتعليم بحكم أني أحد منسوبيها، ولكن الحق حقا يقال. هناك برامج تطويرية جميلة وضعتها وزارة التربية والتعليم، منها المناهج المطورة والنظرة البنائية وأمور عديدة جدا في طور التنمية وفي طور التقدم. لا نكن تشاؤميين أكثر من اسمح لي أختلف معك في بعض الأمور دكتور عامر، لعلي استشفيت من طرحك. نعم استشفيت أنك حريص وغيور على التعليم، وهذا إحساس جميل منك معالي الدكتور. ولكن لا نكن تشاؤميين، هناك أمور إيجابية لا نغفلها وهناك أمور سلبية لابد أن نعمل على إيجادها. ولا كل أطل عليكم مداخلة الدكتور أحمد سيد خليل وضعت أسس جميلة جدا للتطوير، ولكن هذه الأسس هذه لا خطط تقوم بوضعها سياسات تعليم الدول، فهل وصلت هذه الأمور؟ شكراً للدكتور. شكراً والفكرة واضحة، وأعتذر الأيدي ارتفعت كثيراً، لكن نأخذ الإجابة سريعاً على هذه الورقة. وأذكركم أن الورقة موجهة على إعداد وتأهيل المعلم، وفي غالبها توجهت إلى الإعداد ما قبل الخراط في المهنة وحمله لهذه الرسالة. أولى المداخلات الدكتور عامر كانت مداخلة الدكتور أحمد سيد خليل حول جهود المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وما أعلن في مؤتمر الدوحة في سبتمبر 2010. تعليقكم؟ أي إضافة؟ أنا ما عندي تعليق، هو أضاف إضافة فأبدا يعني. شكراً. هل نحتاج إلى ربيع عربي حسب تعبير الزميل لتطوير عمل وإعداد المعلم؟ والله هو عملية استخدام مصطلحات حساسة جدا، لكن أتوقع أن احنا في المجال التربوي، ما هو فقط مجال إعداد المعلم، نحن بحاجة إلى تطوير جذري، تطوير شمولي، بحيث يكون هناك نظرة للمكونات التربوية جميعا، سواء المناهج، سواء إعداد المعلم، سواء المدارس، حتى المجتمع، لابد أن يكون هناك نظرة لتطوير في ظل المعطيات الحالية. وقتنا الأخوان اللي في عمري ولا تقريبا وقتنا ولا انتهى، احنا الآن في عصر جديد لابد أن نعيش معه ومع معطياته المختلفة.
أشار الزميل إلى سؤال هل هناك حاجة إلى تأهيل القائمين على تأهيل المعلمين؟ أنا لم أهمل هذا الجانب، بل ذكرت لا أريد أن أعمم ولا أريد أن أدخل إلى تعميم وأقول كل الأخوان اللي في كليات التربية غير مؤهلين. هناك بعض الأخوة المتميزين سواء من الوطنيين أو من المتعاقدين، وتسعى، أنا أعرف، أنا كنت عميد كلية سابق وأعرف، نسعى إلى أن نستقطب أفضل الموارد البشرية في مؤسسات إعداد المعلم، لكن في بعض الأوقات نصل إلى مرحلة أن نرضى بالموجود لكثرة الكليات والطلب على المتخصصين في مجال إعداد المعلم، لكن لا يمنع ذلك أن احنا نبحث عن الأفضل. وذكرته أنه استقطاب معيدين ومحاضرين وأعضاء تدريس من مقومة نجاح إعداد المعلم، مؤسسة إعداد المعلم. سؤال أو طلب تقرير من الزميلة، هل هناك حاجة كبيرة لأن يكون المعلم مزكى أخلاقياً إذا تكلمنا عن عوامل قبول؟ المعلم يقوم بمهنة شريفة ومهنة سامية، فإذا كان المعلم في البداية في برامج إعداد المعلم غير مؤهل لكي يكون مسؤول عن تعليم أبنائنا وبناتنا، فأتوقع أنه يجب أن لا يدخل مجال التعليم في البداية. ولذلك أنا أقول لا بد من عمل اختبارات للاتجاهات نحو مهنة التدريس وللميول. وأيضا كنت أنادي ولكن لم أنجح بهذا، أول ما رجعت من البعثة كنت أنادي بضرورة أن يكون هناك طلب تزكية من المعلم من الكلية، وخاصة من المشرف الذي أشرف عليه في التدريب الميداني، لأنه هو اللي تابع عن كثب في الميدان الحقيقي، لكن لم أنجح في ذلك لظروف معينة. نعم. سؤال عن رفع نسبة النجاح أو نسبة القبول في الكليات وارتباطه بقدرات والتحصيلي، أيضا مقترح بإنشاء مراكز تدريب عن بعد وهو مقترح جيد، وإن كان المقترح الآخر قد سحب الكلام إلى ملاحظات نقرها وهي واقعية فعلية حدثت إن شاء الله تعالى يتم تلافيها من قبل الجهة المنظمة للمنتدى. عرضت البعض إلى الإشكال في استلام البطاقات وتفاصيل تقنية إن شاء الله يتم تلافيها غدا. رفع نسبة القبول في أنا في عرضي للورقة المتواضعة، أنا أعتبرها متواضعة، إنه هناك مشكلة في عملية إن القبول مفتوح. أنا من الذين ينادي بأن يكون هناك نسبة عالية للقبول، الحد الأدنى يرفع، ما يكون مفتوح أو يكون حد أدنى للقبول بالجامعة في برامج إعداد المعلم على وجه الخصوص. لابد، لماذا لا يكون القبول في برامج إعداد المعلم مثل القبول في كلية الطب؟ ليش ما يكون نسبة عالية؟ سواء في النسبة الثانوية أو في القدرات أو في الاختبارات التحصيلية الأخرى، وهذا يضمن أن نحصل على مخرجات تكون في الواقع الحقيقي في المدارس مؤهلة وأيضا مناسبة للتدريس. هل دكتور عامر، هل الطرح الذي سمعناه هو طرح متشائم أم أنه هذا طموح؟ حقيقة ليس بتشائم بقدر ما هو غيرة على هذا المجال. لا بد أن نحن نكون واضحين وشفافين، نحن في عصر الشفافية، لازم نحن نخرج من عباءة المجاملات في كثير من الأوقات. لا بد أن نوضح أمورنا بواقعنا، لازم نحن نشرح واقعنا لكي نستفيد وكي نطور أنفسنا. أتوقع أنه ليس بالنظرة التشاؤمية كما يتوقع زميلنا. أنا كان ورقة عملي مركزة على برامج إعداد المعلم، لم أتطرق إلى جوانب أخرى مع أني متخصص في برامج في إعداد المعلم والمناهج أيضا، لكني أقول برامج إعداد المعلم والمعلم هو محور العملية التعليمية، هو الأساس. إذا أحصلنا اختيار المعلم فباقي المكونات مقدور عليها مع الزمن، لكن المعلم الناجح يؤدي إلى تعليم الناجح، يؤدي إلى مجتمع الناجح في هذه الحقبة التي نعيش فيها. سنضطر يا إخوة أن ننهي هذه الجلسة عند هذا الوقت حتى نؤدي الصلاة، و
نعتذر عن الإخوة الذين رغبوا في المداخلة والمشاركة والاستفسار. ختاماً نشكر سعادة الأستاذ الدكتور عامر الشهراني على هذه الورقة الماتعة وما تضمنته من طموح وما تضمنته من تشخيص عملي وفعلي وواقعي وآمال نرجو أن تتحقق في القريب. نشكر الأستاذ خالد آل سلطان المشرف التربوي بمنطقة عسير على توثيقه العلمي وكتابته للقائنا هذا. نشكركم أنتم جميعاً على استماعكم وعلى تفاعلكم، ونلتقي إن شاء الله تعالى في جلسات علمية من غد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.